كما قدر يعني جميع الأساتذة وبصيغة موحدة قدموا هذه الطلبات يعني بصفة جماعية إلى مديرية التربية ويعلنون بأنهم ما عجزت عنه الإدارة ووضعته حاجزا، فإن الأساتذة على استعداد لنزع هذا الحاجز والالتحاق غدا بالمؤسسات التربوية، وبالتالي الالتحاق بتلامذتهم في جميع مؤسسات ولاية بليدة. نتمنى بأنهم يعني يكون يعني تكفل فعلي بمطالب الأساتذة حتى لا يعيدوننا إلى حركات احتجاجية أخرى.